صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو ولعب إلا أربع خصال، وذكر منها ملاعبة الرجل امرأته، فما المقصود بذلك؟ ما تعرف ملاعبك لامرأتك، ما يكون بينك وبين امرأتك من الاستمتاع والكلام غير ذلك. نعم.